لو الحكاية فيها إن فيديو. مشكلتكم ايه؟ مشكلتنا ان احنا عارفين نواصل زواج حديث 2011 ماشي، الباب بيتفتح واتقفل خلال اسبوعين. خلال اسبوعين دلوقتي احنا عايزين ناخد حقوقنا. فتحوا الباب وقفلوه بدون قرعه. جبنا واحد فتح الباب حبايبنا بس اللي خدوا، محدش عرف تاني. لا محدش عرف، واللي عرف مننا على ما اكمل الورق بتاعه كان الباب اتقفل، لان بيطلبوا القيد العائلي، والقيد العائلي اصلا بيقعد 15 يوم ماشي، وما بيردوش ياخدوا الوصل اللي بيطلعوا القيد العائلي. الموظفين هناك بيعقدوا الامور ماشي، وفي الاخر قالوا لنا الباب هيبقى ليكم فرصه ثانيه ان انتوا تقدموا ماشي. الحي يبعتنا على المحافظه، والمحافظه تبعتنا على الحي، ومبهدلان. في الاخر قال لكم مشكلتكم مش معانا احنا، مشكلتكم على المحافظه. بنروح المحافظه كل يوم والتاني نروح، مفيش مسؤول واحد عايز يعبرنا وينزل يكلمنا اصلا.